الأسئلة رقم 2. الأسئلة رقم 2 بتقول إيه؟ إحنا لسه عايزين نفتكر سريعا القوانين. اكس اكبر من لو اللينت بتاع البليت اكبر من اكس كريتيكال هيبقى عندي الاثنين لمنه وتربلت، لو اقل من اكس كريتيكال هيبقى عندي لمنه بس. طيب اكس كريتيكال دي بتتحسب ازاي؟ احنا عندنا لينت كريتيكال اللي عنده بيبقى بالفلو هو 5 5 10 5 ده اللي بيبقى. يبقى لو عايز احسب اكس كريتيكال هو ايه؟ اقول ان ده بيساوي يو انفينيتي في الرو في الانت اللي هي اكس كريتيكال على مي. فانا لو عارف الميو وعارف يو انفينيتي اللي هي السرعه اللي كان داخل بيها في الاول هنا، وانا معايا 5 اكتوبر 5 هعرف الاكس كريتيكال اللي كان. هي الميو اللي جاي بتتغير من الكونفكشن الثاني؟ الميم دي كده فانكشن في التمبريتشر بس مش في البريشر. ميو دي زي ما نشوف في المساله اللي بنحلها دلوقتي دي فانكشن في البريشر والتمبريتشر. انا بتكلم على الهواء او المجاز. طيب اتفقنا في حاله الاولى لو دي بتتش عن فيكس معين هي عباره عن مريض 3 2 2 بريمت بار اس اس بريمت بار بس برانتر بار 1 بار 3. طيب لو بنجيب احنا نصب يبقى ده كده نصب عن فيكس معين. لو عايز اجيب اتش اتش بتساوي ايه؟ نصب كان بيساوي اتش في ام او اكس على كي. يبقى اتش عباره عن ايه؟ نصب في الكي على اكس في الكي على اكس. ده كده في حاله لو انا بجيب اتش عند اكس معينه عند الحته دي مثلا. طيب لو اجيب النصب الافريج بقى اكامل على الاكس زي ما اتفقنا ساعتها بقى نصب الافريج عباره عن ايه؟ واحد على الاكس تكامل من 0 لاكس اتش اكس اكس او خلي دي اكس اتش اكس اتش اتش مش فارقه يعني. المهم يعني الاتش افريج هي اتش اكس بس دي خليها داش ودي خليها داش. طيب يطلع من لما نعمل التكامل ده يطلع من النصب الافريج هو عباره عن 6 4 4 كانك ضربت 2 في رقم فريم بار نص في برانتل بار. كويس ايه تاني؟ ده كده لو لما لو تربلت الاتش عند موضع معين او النصب عند موضع معين هتكون لك فورمولا تربلت لوكال 4.4 فريم بورد بورد كمان. طيب ده كده لو بجيب عند موضع معين. طب لو بجيب افريج
بس موضوع التكامل ده، بس الفرق ان التكامل عندي انا هكامل الاول على جزء اللامر، بعد كده هكامل على الجزء التاني، فيظهر عندي تنين مجموعين على بعض او مفتوحين من بعض. فانت لما تلاقي القانون المجموع ده كان ان نصب الافريج هو عباره عن 4.037 رينوز 4.8 ناقص 8.7 دي جت من فكرة انك كملت على الجزء اللامدا الاول فظهر عندك تيرم الاول. ده كله موجود في بلاك تيرم هو الواحد على التالت. ظهر بسبب انا لما بعمل التكامل احنا اتفقنا بجيب الاتش افريج من الاتش بتاع الاكس لاني تكامل بالتكامل. طيب انا بقول الاتش افريج ده في حته التربلت الاول كامل على التربلت هي واحد على الاكس تكامل من زيرو اكس اتش اكس دي اكس صح؟ وهكامل من اول البليت لغايه اخر البليت. طيب لو انا ببص على البليت يبقى انا هعمل ايه؟ هكامل من زيرو اكس كريتيكال هكامل انهي ريليشن؟ هكامل الريليشن دي بعد كده هكامل من اكس كريتيكال لغايه اكس البعيده بقى بتاعت التربلت هكامل الريليشن دي بيبقى عندي التكامل بتاع الريليشن دي بيطلع لي 871 والتكامل بتاع الريليشن بقيه البليت هيطلع لي الترم الثاني ده. طب ده ليه اللي جبت؟ ما هو فرضت اكس كريتيكال كام؟ بالرقم السابق بتاعنا. بس ف ماشي نحل بقى مساله اثنين. دايما انا لما بجيب الاتش افريج كل وقت ما بجيب الاتش افريج هنا او الاتش افريج هنا فانا بجيب الاتش افريج من بدايه البليت لغايه الطول اللي انا عايزه من بدايه البليت ماشي؟ عشان لما احسب الكيو بعد شويه هنستعمل الفكره دي. طيب مساله اثنين بتقول ايه؟ بتقول لي كده عندي فير عند درجه الحراره تي انفينيتي 300 دي سي وضغط بشر 6 كيلو نيوتن على متر سكوير. طب هي نيوتن على متر كام؟ بباسكال يبقى كيلو نيوتن على متر يبقى ده وحدته ايه؟ كيلو باسكال يبقى 6 كيلو باسكال. طب ده كده ضغط ايه؟ ابسوليوت ولا جيج؟ طالما ادهولي كده وبسال عمال جيج يبقى ده كده ابسوليوت وده كده ضغط اقل بكتير جدا من الضغط الطبيعي. الضغط الطبيعي عندنا 101.35 101 كيلو باسكال و 103.5 فده كده ضغط اقل بكتير جدا. طيب الفلوسيتي او اليو انفينيتي من سالب 10 متر بير سكند الجريد السيلات بتاعها نص متر عايز يعرف كده وعايز يعرف كده اللي يونت يونت بت يعني نقطة في الوقت. عايز السيرفس بكام؟ قال لك تي سيرفس كمان 27 انجليزي يعني هو من الاخر كده هو عنده بليت عايز يخلي البليت دي ساكنه على درجه الحراره 27 فهو عايز يسحب منها حراره بحيث الهواء السخن اللي معدي دوت هينقل حراره للبليت والحراره اللي بتتنقل من البليت للكولينج ميديا اللي انا هعمله ميه بقى ايا كان فبالتالي درجه حراره البليت تبدا تصعد ل 27. طيب نعمل ايه بقى؟ نحسب ازاي؟ تمام يا عباره عن تي انفينيتي
مش عاملها مش كده في ال 227 ما انا هتجمعي عليها بعد كده 233 436 ونص 436 ونص كده. طيب مش عايز خطوة اللي بعد كده تخش في البروكس. طب الرو سهل بسيط، انا عندي كده كده الرقم بتاعتي ايه؟ من البريشر بتساوي رو ار تي صح؟ فبالتالي البريشر عندي 6 يبقى 6 بيساوي 2 8 7 في 4 3 6 ونص في الرو، يبقى الرو بكام؟ بتطلع بكام؟ أو تجيبيها من التيبلز. بس في مشكلة في التيبلز، إنك لو جبتيها من التيبلز، التيبلز دي معمولة على إيه؟ طب إحنا التيبلز دي المفروض فوق مكان. هات واحد بار تقريبا. فهو هنا بيفترض ان الرو دي عند ايه؟ عند الاتموسفيريك، ما ينفعش اخد الرو دي في الكتير لان انا عندي هنا البريشر مختلف. بالظبط، فايه؟ لازم احسب الرو بالكورليشن دي. هي المساله دي يعني او الحته دي عموما في المساله ليها طريقتين في الحل، طريقه ملزمه حل الاختيار ده يعني. طيب يبقى انا هحسب الرو من الرقم ده هيطلع معايا كام؟ طيب مش مشكله. طلع ريجنز كام؟ دول ما اقل من 5.5 فايه؟ فده لما ان انا مش بفضل الطريقه دي عشان افرض ان هي طلعت ريجنز فانت ساعتها لازم تحسب اكس كريتيكال. ده الفرق ان هو هيكون منك على الرزق في جزء من الحل. فانا كده كده خلاص طب احسب اكس كريتيكال اللي هو خلاص. طلع 25 شويه اللي هي ايه؟ اكبر من كام؟ اكبر من التل بتاعتي فانا ضامن ان انا لا. طيب حلو جدا يبقى انا لميت. لو عايز احسب الكيو بقى هحتاج ايه؟ محتاج الاتش. عندي الاتش وعايز الكيو توتال، فلازم اعرف الاتش افريج. لو عايز اعرف الكيو توتال لازم احسب الاتش افريج. لو عايز اعرف كيو الفلكس عند نقطه معينه، عايز اعرف الكيو اللي داخل عند النقطه دي تحديدا، فساعتها هستعمل ايه؟ هستعمل المسل بتاع الاكس او الاتش بتاع الاكس عند النقطه دي. انما طالما بتكلم عايز اعرف الكيو توتال دي كلها كام؟ فلازم استعمل ايه؟ الاتش افريج. طيب احنا بنحسب الاتش افريج ازاي؟ عن طريق ايه؟ ناصيه افريج. طب ناصيه افريج في اللامنة اتفقنا ان هو كان بيساوي كام؟ 0.6 4 4. طيب الاقي نفسي يا اسطى احسب ريمز، فاهم؟ سبحان الله.
كان لازم احسب ده. طيب ريمز هيتحسب ازاي؟ هقول رو يو انفينيتي في اللينت بقى بتاع البليت على ايه؟ على الميز. معايا رو معايا اليو انفينيتي معايا اللينت بتاع البليت مديهولك نص متر واليو معايا يطلع كام ريمز؟ 9000 9620 يعتمد على التمبريتشر الار كده كده كونستنت تي هي التمبريتشر والنيو احنا اتفقنا ان هو مش التمبريتشر بس يبقى انا لو بقول ان انا عند نفس التمبريتشر الرقم ده كونستنت
يساوي كونستنت. انا لو نفس التمبتشر النيو في البي كونستنت يبقى اقدر اقول ايه؟ ان النيو 1 على النيو 2 بتساوي بي 2 على بي 1. فهو عمل ايه بقى؟ هو دخل التمبت جاب النيو 1 اللي هي عامل بريشر 101.325 كيلو باسكال، ومعاه البريشر الثاني 6 كيلو باسكال، يبقى عارف ايه؟ الميول اللي مش في التيوب. طب استخدمها في ايه بقى؟ قال ان ريلونس ساعه عباره عن نيو انفينيتي في اللف او في الاكس يعني فاهم على النيو دي. ما محتاجش يجيب روح. ماشي؟ هي مش لفه قوي لو انت عملت الاسباب ده. لكن ستريت فورورد ممكن على طول تجيب من ده. بس. ماشي؟ مفهوم؟ حد عنده سؤال في المسلمين؟ محتاج مسألة أربعة؟ أو خمسة؟ خمسة أصعب. او لا استنى هو الفكره بقى في ايه؟ ان هو بيدي كل ستريب من دول بيتحكم فيها لوحدها، فالستريب الاولانيه بيديها كيو الكتريكال لوحدها، والستريب الثانيه بيديها الكتريكال لوحدها، والستريب الثالثه وهكذا، كل ستريب بيديها كيو لوحدها. فعايز اعرف انهي ستريب اللي هتاخد مني اكبر كيو؟ ليه؟ تخيل انا بصمم فعلا حاجه زي كده، فانا هجيب الهيترز او هجيب الستريبات دي كلها كلهم شبه بعض. اكيد مش هجيب كل واحده مصممها على حسب ايه؟ ترجمهم كلهم شبه بعض. فانا محتاج ايه؟ محتاج اجيب الماكسيموم كيو عشان على اساسها اجيب الاستربات كلها تستحمل الماكسيموم كيو. بعدين اقسمها واعرف المعلومات الثانيه؟ لا، انت دلوقتي عايزه تروحي تكشي تعمل عايزه تعملي حاجه زي كده. عايزه تصنعيها. فهتعملي ايه؟ هتروحي لراجل هتقولي له انا عايز استربات 20 استرب مثلا، او هم كام؟ 20 ما 20 20 فانا عايز اشيل ستريب، حلو؟ هيقول لك هو عايز اوصلهم سلك كهرباء او سخان كهرباء. فيسالك طب السخان الكهرباء بتاع كل ستريب ساعته قد ايه؟ او يسخن وات قد ايه؟ فانت لازم تقولي الماكسيمم. في ستريب فيهم هتاخد ماكسيمم معين. فانا هحسب بقى واعرف الماكسيمم ده كام عشان اروح للراجل اقول له والله عايز الستريبات كلها تتحمل الكيو دي. مش كلهم هيستعملوها بس في واحده هتستعملها. مش عشان هنحسب دلوقتي ونشوف اللي هي الاولانيه تاخد كيو قليله واللي بعدها تاخد كيو اقل او الاولانيه تاخد كيو كبيره اللي بعدها اقل شويه بعدها اقل شويه بعدها اقل شويه بعد كده هتاخد كيو كبيره وبعد كده اقل هنقول ليه دلوقتي.
كده فهمنا هو عايز ايه، هو عايز الستريب اللي تاخد الكيو ماكس. طيب هي الكيو اصلا عباره عن كيو بيساوي تساوي اتش في الاري تي سيرفيس ماينس تي اوبنتي صح؟ طيب الاتش ما بين الستريب والتاني بيختلف، الاي قصدي ما بين الستريب والتاني بيختلف ما بيختلفش، هو ثابت في الستريب ده. والسيرفيس ستيميليشن تختلف ما تختلفش، التي انفينيتي تختلف ما تختلفش. يبقى الحاجه الوحيده اللي بتختلف ايه؟ هي الاتش صح؟ معايا؟ طيب الكيرف بتاع الاتش كان عامل ازاي؟ لو فاكرين لما رسمناه قلنا ايه؟ قلنا على الفلات جيت الاتش بيبقى عالي جدا في الاول وبعد كده يفضل يقل لغايه لما يوصل الاكس كريتيكال يقوم يزيد اول مره واحده وبعد كده يرجع يقل. ده كده كده بيجي في الاتش ماكس ماشي؟ طب افهم ايه بقى؟ على طول بما ان الحاجات دي كونستانتس يبقى انا ممكن اشيل ده كده واحط ايه؟ كيو. اضرب شويه كونستانتس في الكيرف دوت يبقى الكيو هتبقى كبيره في الاول بعد كده تفضل تقل، بعد كده عند الاكس كريتيكال هتزيد بعد كده ترجع تقل. يبقى انا لو عايز اعرف الكيو اللي عند الستريب الاولانيه مثلا فانا هجيب هكمل على الحته دي، هجيب الكيو اللي ما بين الحته دي فيطلع ايه؟ رقم كبير. انما لو بجيب مثلا عند الستريب الرابع مثلا بعيد شويه هنا فلاقي ان الكيو هتبقى ايه؟ اقل. يبقى انا اتوقع الكيو الماكسيمم هتكون فين؟ في مكان من الاثنين، يا اما عند الستريب الاولاني يا اما عند الستريب اللي حصل فيها ترانزيشن. يعني لو في ستريب هنا كده فانا بكامل ما بين هنا وهنا فالقيمه دي هتطلع هنا مثلا النص ما بينهم كده، يا اما في اول ستريب بعد صح؟ انا عندي ثلاثه بوتنشال ممكن يطلعوا فيه كبير. أول واحدة عشان دي أكبر كيو أصلا في الأول خالص. وعند النقطة اللي حصل فيها ترانزيشن، ترانزيشن ده حصل في نص دي كده بليد، في وسط البليد أو في وسط الستريب. فالستريب دي الكيو بتاعتها زادت جدا مرة واحدة، فممكن تبقى هي برضه. والستريب اللي بعد ديت نتيجة إنها خلاص عندها نقطة عالية في الأول ونقطة عالية في الآخر فبرضه ممكن تكون تبقى عالية. الستريب اللي حصل عندها ترانزيشن عندها نقطة واطية في الأول ونقطة عالية قوي في الآخر. عشان كده بجيب دي واللي بعدها. يبقى احنا محتاجين نعرف ايه؟ نعرف أول حاجة بالظبط، نعرف الإكس كريتيكال ونعرف اللي حصل عند أنهي ستريب عشان نشوف احنا هنحسب بكام ستريب. أول حاجة يبقى أبدأ المسألة اللي أنا كده أعمل ايه؟ نجيب البروبس ماشي؟ طيب نجيب الفيلم قلنا عبارة عن تي سيركس بلس تي انفينيتي على 2 تطلع بكام؟ تطلع ب هنبص على الحل على طول 400 ونص. هنخش نجيب البروبرتيز تبع النص دي، يعني ده ما تقولوش على النص. فانتوا ايه؟ تفرق جامد والله؟ تفرق بتفرق ساعات بتفرق، بس انتوا عشان الجامب اصلا 50 درجة فال 50 درجة يعني هتفرق في حاجات بسيطة على حسب الفيلم. بصوا احنا هنشوف ايه بقى، يعني مثلا برانتن عند 400 و405 400 و450 الفرق ما بينه 0.004 اكيد ده مش هيك. اكيد برانتن ممكن اخده على طول بكام؟ عند 400 0.09 بص صح بس بص فده ممكن اخد الرقم ده على طول. في حين مثلا الكي من 400 ل 450 زادت من 33 ل 37 فده ممكن يفرق شويه، فعلا ده ممكن يفرق بس برضه مش هيفرق قوي، يعني هيبقى 33 هتلاقيها 33.85 مثلا يعني انا بدي الارقام يعني 33.8 3 توقعت قريب من الصح، بس الفكره في ايه؟ الفروقات بتبقى بسيطه عشان وقت الامتحان. طيب بس الصح طبعا ما بتعملش 32.3 و 3 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
بس كان هنحتاج ايه؟ هنحتاج رو فممكن تعمل كومبليشن او ممكن تطلع على طول من دي على طول. استرب كام؟ استرب رقم 5. حلو؟ يبقى احنا محتاجين نحسب كام استرب؟ محتاجين نحسب استرب 1 استرب 5 واسترب 6. ليه؟ من الجراف اللي هناك. احنا بنحسب عند اللي حصل عندها الترانزيشن اللي هي 5 واللي بعدها اللي هي 6 واول واحده اللي هي 1. نمسك واحده واحده. قول 4 الاسترب رقم 1. طيب عايز احسب بقى كيو هعمل ايه؟ الاسترب رقم واحد زي المثال القديم سهل وبسيط. اقول ايه؟ اقول ريلوز عباره عن رو كيو انفينيتي في الاكس بتاع الاسترب واحد على الميو الرو بكام؟ 0.87 تقريبا 60 في اكس واحد. اكس واحد بكام؟ ب 0.05 هي دي لغايه فين؟ 5 تبقى 5 1 2 3 4 5 ده كده 1.1 تبقى 5. طيب يبقى لو عايز احسب اعرف نسبة الافريج خلي بالك خلي بالك احنا بحسب ايه؟ نسبة الافريج مش بتاع اكس معين. ليه؟ عشان انا عايز اعرف الكيو كرقم مش عايز اعرف عند نقطة معينة. انا عايز اعرف الاستريب كلها من 0 ل 0.05 خد الكيو قد ايه؟ مش هي تبقى هي عشان انا لسه بكلمك عشان انا لسه ماشيه اول حته فالافرج هتبقى هي
لا ليه؟ عشان بحسب الافرج من هذه العلاقه، بحسب الافرج من العلاقه اللي هي مضروبه بكام، انما بحسب عند النقطه المعينه عن طريق انها علاقه، فبحسب اضرب بكام. معناها ايه؟ معناها ايه الفيزيكا دي؟ ان انا بقول اتش عند النقطه دي، لو بعوض في العلاقه اللي هي موجود فيها اكس، فانا بجيب اتش عند النقطه دي، الرقم عند النقطه دي بكام؟ فلو ضربت اتش في الدلتا تي، يبقى انا بجيب الفلكس، الهيت فلكس اللي داخل على النقطه دي بكام؟ انما انا عايز اجيب ايه؟ من الزيرو لغايه 0.05 الكيو اللي دخلت قد ايه؟ توتال. فلازم احسب اتش افريج من زيرو ل 0.05، يعني الافريج دايما بيتحسب على رينج وما بيتحسبش على نقطه. والرينج ده دايما من زيرو لغايه رقم معين. طيب هعوض اقول 0.644 بريميومز اللي انا طلعته بتاع اكس واحد في الدلتا ده بالنص وده بالواحد بتاع التالت. يدفع نصه الافرج بكام؟ 191.5 اتش الافرج بيطلع معايا دي. هضرب ايه؟ اقول نصه الافرج بالكي على ال 0.45 طيب كده عرفت الايه؟ ده كده وات بير ميتر سكوير كيلو، يبقى الكيو كام؟ الكيو هي عباره عن اتش في الداريه في دلتا تي، الاتش اللي هي 1.2962 الاريا اللي هي 0.05 في 1، الدلتا تي هي عباره عن 230 ناقص 25 1328 و1. يبقى انا كده جبت الايه؟ اول ستريب، محتاج ايه من ستريب 5 ومن ستريب 6، ودي حته جديده. انا بجيبها عند ستريب 5 كده، هجيبها عند هقسمها بقى عند الاكس كده. اه بالظبط، بس ما راح هدوك العلاقه دي كده، يعني نستنى حته قانونين بوينت، فدي القانون ده كده عشان اجيب عند تيرفلنت بوينت ده كده زيرو لغاية تربلنت وات. يعني لو جبت هنا افريج من الزيرو لغاية تربلنت وات، يعني انت بقى الافريج بتحسب على رينج ما تحسبش على نقطة معينة. هعوض في العلاقة دي لما عاوز اكلمك، مش بس هنقول دلوقتي. طيب نكمل بقى، عايزين نكسب السليب الخمسة. طيب بقى عايزين نعمل ستريب كام بقى؟ ستريب 5. لو انا عايز احسب عند ستريب 5، عايز احسب الكيو اللي خارج منها، فانا في ايدي هعمل ايه؟ انا دايما مشكلتي ان انا بحسب الافرج من زيرو لغايه النقطه، فبالتالي اقدر احسب كيو من زيرو لغايه النقطه، فانا اللي في ايدي هعمل ايه بقى؟ طب خلاص لو انا عايز اعرف من ستريب 5، فانا هحسب الكيو اللي طلعت من الاول من الزيرو لغايه الخمسه، ومن الزيرو لغاية، يعني من الزيرو لغاية البوينت دي، ومن الزيرو لغاية البوينت دي، لو طرحتهم من بعض يطلع لي ستريب الخمسة، يطلع لي كيو اللي طلع من ستريب الخمسة. أنا هحسب كيو من زيرو لغاية 0.2 والكيو من زيرو لغاية 0.25 واطرحهم من بعض. طب اللي بعدها أنا خلاص معايا كيو لغاية الـ 0.25، يبقى احتاج بس احسب الكيو لغايه 0.3 واطرحهم من بعض. ماشي؟ يبقى انا عايز اعرف عند ريجن معينه، فانا بجيب كيو عند بدايه الريجن وكيو عند اخر الريجن واطرحهم من بعض. ده عموما بقى في مثال الثلاثي. حلو قوي. انا محتاج اجيب اتش افريج عند كام؟ عند 0.2. طيب. يبقى محتاج اجيب
افريج عند 0.2. طيب عوض عن الرقم ده ال 0.2 دي نقطه تربلنت ولا نقطه لامينر؟ لامينر. يبقى عوض عن نقطه اللامينر. طيب 0.04 فريمنت بورنوس تربلنت واروح ده تلات. طب ليه كام اصلا؟ ليه نقطه اللامينر دي انفينيتي؟ اللي كان بقى بحث عن بوينت 2 بوينت 2 بعد النقطة 4 5 3 3 0 9 مش لازم بوينت 9. خد بالي بقى ايه؟ لو حركت 1 2 3 4 5 يبقى ده 4.5 بتبقى 5 قبل تبدا تقطع عشان اتشيك يعني انا حسبت رقم صح. طب النص بقى يطلع معايا كام؟ واحسب بعدها ال H برضه عند ال 0.2 واحسب بعدها على طول ايه؟ 383 14 يبقى ال H هيطلع معايا كام؟ ال H هو عباره عن نسبة افريج ال 0.2 ده في ال K على كام؟ على ال 0.2 64.8 Q لغاية بوينت 2 بتطلع بكام؟ دي Q اللي هي لغاية بوينت 2 هي عبارة عن H في الداري في الدلتا T. ال H اللي لسه مطلعها الاري هتبقى كام بقى؟ 0.05. لا تبقى 0.2 عشان بحسب Q من الزيرو لغاية 0.2 فهقول ال H اللي هي 64.8 في 0.2 في الدلتا T اللي هي 205 2600 كل ده بحسب كيو لغايه ايه؟ بوينت 2 نعمل نفس الفكره دي لغايه بوينت ايه؟ عرفت الاف ال اتش لغايه بوينت 2.5 هقول لي بقى يبقى كيو لغايه بوينت 2.5 بتساوي هي اتش عند بوينت 2.5 في اري اللي هي كام بقى؟ على طول معاها بوينت 2.5 في الدلتا تي اللي هي 205 هتطلع برقم اكيد اكيد اكبر من الرقم ده ماشي؟ حلو قوي يبقى كيو بتاعت ستريب 5 بتساوي ايه بقى؟ هتساوي كيو عند بوينت 2.5 اللي انا طلعتها من هنا ناقص الكيو عند بوينت 2 اللي انا طلعتها من هنا احسبها وتطلع برقم تقريبا في بوينت مش متذكره 205
مش فاكرة قلت لي كانت كام. مش فاكرة 33 حاجة بس مش كده. هيطلع بره ماشي. يبقى ده كده تاني رقم معاك. طب تالت رقم لو عايز اجيب هعمل ايه؟ خلاص بصي نعمل نفس الحاجة. انا عايز احسب نص الافرج عليه عند بوينت 3 بقى. فهعوض ثانيه رقم هعوض رقم تفرق لان البوينت 3 دي تبلنت بوينت او بوينت 3 7 ريلونت بار بوينت 8 ناقص 8 7 بوينت وبرنت بره احنا 3. يبقى لازم احسب ريلونت او نو يو انفينيتي في البوينت 3 على النيو هيطلع الرقم هعوض بيه على طول. بعد كده عرفت ايه؟ عليكم السلام. الاتش بقى لو عايز اعرف الاتش عند بوينت 3 اتش افريج لغايه بوينت 3 قلنا كده ايه؟ سوي نفس الافريج لبوينت 3 هضرب في الكي واقسم على بوينت 3 تمام معايا؟ طيب كده عرفت خلاص الكيو بتساوي ايه؟ بتساوي اتش الافريج عند بوينت 3 في البوينت 3 في ال 205 اللي هي الديفنس. هيطلع بره دي كده الكيو لغايه بوينت 3. يبقى لو عايز اعرف الكيو بتاع السترب سنس هقول ايه؟ كيو بتاع السترب سنس هي عباره عن كيو كام ناقص كام؟ كيو من 3 ناقص كيو وانا جبت 2.5 دي قبل كده ينفع فسخ في المعنى ده؟ هو ما كانش ينفع اصلا القانون بتاع التربلن بوم عند بوينت 0.3 و 0.25 قانون ناقص؟ بتاع ازاي؟ قبل مش القانون اللي هو مش الاخر اللي فوق ده؟ لا نجيب عن بوينت معين نجيب على 0.3 ماشي نجيب على 0.25 ايوه وبعدين؟ نقسم من بعض؟ لا ليه؟ عشان احنا اتفقنا الافرج بيجيب على ريجن تمام. فلما عوض من العلاقه دي عند البوينت 3 لما بجيب من فين لفين؟ من 0 لبوينت 3 ولما عوض عند بوينت 25 فانا بجيب من 0 لكام؟ لبوينت 25 لما اطرحهم من بعض انا كاني طرحت الريجن من الريجن كان لو عندي دي ريجن كبيره كده دي 0 بوينت 3 وعندي بوينت 25 0 لما اطرحهم من بعض يطلع ايه؟ يطلع لي الريجن الاخرانيه دي اللي هي بوينت 5 لبوينت 3. انما لو بقعد عند نقط معينه فانت مش بتجيب ريجن انت بتجيب رقم عند نقطه فملهاش معنى يعني كانك بتعمل ايه؟ انا جبت رقم عند النقطه دي بوينت 5 جبت رقم عند النقطه دي بوينت 3 طب معناها ايه ان انا اطرح من النقطه؟ ملهاش معنى مش هيطلع بحاجه منطقيه ماشي؟ حد عنده سؤال في المسألة دي؟ طيب نشرح اوفر باديز بقى. طيب هو اوفر باديز او تو اوفر باديز مش هيختلف كتير عن الفلات بليت. هيختلف بس في الكورليشنز اللي مثلا هنستعملها. دي حتى لو عندي طول الاسطوانه دي بس طول الاسطوانه مش بيفرق معايا قوي
سواء هي رفيعه او هي تخينه كده كده كميه الهواء او البيهيفير بتاع الهواء مش هيختلف لو اسطوانه طويله مش هيختلف قوي، لكن اللي هيختلف سواء قوي لو اسطوانه كبيره او اسطوانه صغيره دي بتفرق معايا جدا. فممكن اختار كاركترستيك لينس هنا اختار دي واقول له فيوربيلتي في دي على مين. حلو جدا، انا بقى كده عرفت ازاي احسب لينس نوم. كويس، لو عايز اجيب ناصف نمبر اخلي بالي بقى ما عنديش ناصف نمبر عند نقطه معينه هنا اكشلي بتحسب يعني، بس ده مش هدفي قوي. انا هدفي كله اعرف ايه؟ اعرف الافريج. طيب هجيب الافريج ازاي بقى؟ لو بصيت على صفحه 49 هتلاقوا ايه؟ في تيبل 7-2 هتلاقوا رينز مكتوب ايه؟ كونستنت 7-55 كويشن 7-55 اللي هي بتقول ان النصف الافريج بناء على الديمتر هو عباره عن سي فريمز بناء على الديمتر، عشان احنا عملنا كاركترستكس بناء على الديمتر مضروب في ايه؟ ده برهان في برانت كونتكست. حلو قوي، انا عرفت احسب خلاص الرينز عند الدي والبراند اللي هجيبه من البروبتس، يبقى انا محتاج اعرف ايه؟ كل اللي محتاج اعرفه السي والديمتر. يبقى انا هرجع لتيبل 7-5 تيبل 7-2 هلاقي ان هو بيقول لي بقى عند رينج مثلا ريم من 0.4 ل 4 السي والام بكذا، عند رينج من 4 ل 40 السي والام بكذا، من 40 ل 4000 وهكذا. فانا هشوف ريمز نمبر ده في رينج كام وعلى اساسه هشوف السي والام هتطلع معايا بكام. ده معادله 7-55 صفحه 48 ماشي؟ خلي بالك في نقطة هنا بقى، أنت هتلاقي فيه ثلاث معادلات تحت بعض 7-55 7-56 7-57 ثلاثة مكتوب عندهم الجيومتري بتاعتهم سيلك والثلاثة بيحسبوا ناصت افريج. أمال إيه الاختلاف بقى؟ برانتل نمبر برانتل نمبر ورينز نمبر. خلي بالي إن أنا المعادلة الأخرانية اللي هي 7-57 بنتكلم على رينولدز في برانتل 0.2 رينولدز في برانتل 0.2 دوت عادة هتلاقوه أكبر من 0.2 في حالة الليكويد ميثلز. فأنتوا عادة المعادلة رقم 7-57 هتستعملوها في الليكويد ميثلز بس. إنما في الإير هتلاقوا نفسكم عادة بتستعملوا 7-55 إن برانتل نعم ليكويد ميثلز لو في ليكويد ميثلز بيعدى على سنه ما لكن عادة انت بتستعمله ايه؟ 7-2. طيب لو برانتل نمبر اكبر من 0.7 فساعتها هتستعملوا انهي ايكويشن؟ هتستعملوا 7-56 بس ده نادرا يعني. طيب تعالوا نبص كده عايزين نعرف خشوا على جدول التعديل. لو بصيتوا على الجدول بتاع الجير هتلاقوا ايه؟ حلو، تعالوا نبص على برانتل نمبر. برانتل نمبر من درجة حرارة 100 لغاية درجة حرارة 350 هو فوق ال 0.7 أكبر من ال 0.7، إنما أكتر من 350 350 فيما فوق فهو لغاية حوالي تقريبا 750 بيفضل أقل إيه؟ من 0.7. فانت الايكويشن اللي هي 7-55 دي هتلاقي نفسك بتستعملها في الاير ما بين درجات الحراره دي اللي هو بعيد عن درجات الحراره دي صح كده؟ لا ثواني لا ما ثواني ما بص لا 7-55 دي اكبر من 0.7 و7-56 دي اكبر من 0.7 برضه بس لغايه 500
فانتوا عادة هتستعملوا 755 دي، نادرا ما تستعملوا 756. ما قالش هما، هو في معلومة يعني عموما الهيت ترانسفير مشكلته ايه؟ ان الكورليشن بتاعته كلها امبيريكال، دي حاجة اسمها امبيريكال ايكويشن، معناها ان واحد دخل معمل قاس شوية ليسات وطلع بمعادلة وقال لنا تعويضة المعادلة دي بكذا. طب اثبتها ازاي عملية؟ ملهاش اثبات، وانا حسيت قياسات في المعمل هتفرق من بعض. واحد تاني دخل وعلى حسب بقى ظروف القياس بتاعته، هو مثلا واحد دخل قاس عند برانت نمبر اكبر من 107 فقال لك العلاقه دي تنفع اكبر من 107، واحد تاني دخل برضه وقاس نفس القياسات برضه اكبر من 107 وطلع علاقه ثانيه، فممكن يكون في علاقتين شغالين في نفس الرينج زي 755 756 بس واحده فيهم ادق من الثانيه مثلا، او واحده فيهم تنفع لظروف ثانيه غير الثانيه، فانت ممكن تلاقي ايكويشنز كتير شبه بعض اصلا يعني تعالى نقول نفس الفكره. فانتوا هنا هتستعملوا مثلا 755 هي السواد بتاعتها في تيبل 700 ماشي؟ طيب حلو، يبقى احنا كده بنتكلم على سيلندرز. طب لو مش بنتكلم على سيلندرز، لو بنتكلم على اشكال ثانيه، لو مثلا بنتكلم على بليت واقفه بالطول كده، او لو بنتكلم على شكل مثلث، ده بقى اشكال كتير في تيبل 7-3 او مثلا مستطيل مربع، أو لو مربع معمول على شكل صندوق لففته شوية، فتلاقوا إن الدي لو هو كاركترستيك لينس اللي إحنا عرفناه هنا ده معروف لك في كل الحالات، مفيش مثلث، إنما مثلا في إكسابنا فقايل لك الدي بتاع إكسابنا مثلا هو ده الدي اللي هو بره خالص، بتاع المستطيل اللي كده هو ده، كل حاجة مرتبطة فيه غير كده، دي ده مثلا كده ماشي. الفكرة بقى في ايه؟ ساعات السيو والام مش هجيبها من تيبل 7-2 هجيبها من 7-3، فانا اخش على تيبل 7-3 واشوف ساعات السيو والام بكام، لان اي حاجة غير السيركل بس ماشي. تيجي بقى نحل المسألة 6. المسألة 6 مش هتاخد وقت إن شاء الله. المسألة 6 بتقول إيه؟ بتقول عندك أتموسفير كبير عند درجة حرارة T من 25 في دي سيلسيوس اليوم انفينيتي و 12 متر بير سكند، عايز يعرف ال Q لما يكون T سيرفيس ب 75 دي سيلسيوس، لما الاير بيعدي على نحب مثلا اول حاله بس والباقي يتبقى زي ده. طب هو ليه مفيش مفيش بليت في الكلام؟ عشان فلات بليت، مش هسمع فلات بليت في الكلام من ساعتها بتعلم مش مع قوانين البلانت بودي اصلا، برجع تاني القوانين ده. طيب هو هنا بيقول لك الحاله الاولانيه عندي سيركل السلندر الدايمتر بتاعها 20 متر، يبقى دي هو من فوق 2 متر ودي ايه؟ سلندر. اعمل ايه؟ اول حاجه احسب تي كلها. خلي بالك لما تخش على كورليشن 755 مكتوب جنبها ايه؟ افريج، ان انت بتحسب افريج مكتوب جنبها تي فيل، يبقى انت بتحسب البروبرتيز عند تي فيل اللي هي عباره عن ايه؟ تي سيرفيس بلس تي انفينيتي مع الاثنين تحولها لفيل بتطلع بكام؟ 323. هحسب بقى هخش احسب ايه؟ هحسب برانت نمبر مش هنقعد ارقام بس ايه؟ هحسب برانت نمبر هحسب كي هحسب النيو الصغيره بقى خلاص على طول. بس مش محتاج حاجه تانيه. خلاص حسبت البروبرتيز نخش على طول احسب ايه؟ كونز نمبر او ان هو عباره عن ايه؟ في انسيتي في الدايمتر على النيو الصغير. لما اجي اعوض بقول 12 في 0.2 على النيو اللي انا طلعته هيطلع بره، ولنفترض ان هو طلع بيه مثلا 4000
اخش على مثلا انا بفرض الرقم ده اعمل ايه؟ اخش اشوف بقى طب او بلاش 4200 مثلا اخش على اي تيبل اخش على تيبل 7200 هلاقي ان 4200 من ضمن ال 4000 40000 هيطلع ساعتها السي كام؟ لو دخلت التيبلز هيطلع السي 1 3 1 9 3 والام ب 6 1 8 خلاص عايز اعرف نص الافريج هدي بقى هو عباره عن سي فريندز بار ام في برانتد بار تيبت وانا مطلع السي والريندز طلعته قبل كده والام انا عارفه وبرانتد انا طلعته من برانتد اقدر اعرف النص الافريج خلاص لو عايز احسب الاتش افريج هقول ايه؟ هقول ان هي عباره عن نصب الافريج اللي انا طلعته اضرب في الكي على دي اللي بقى دي طب لو عايز اعرف الكيو اقول ان هي عباره عن اتش افريج في الهي في تي انفينيتي لاكر لا 6 لاكر 6 ناقص تي انفينيتي طب اتش الافريج انا خلاص طلعتها الاليه هنا هتساوي بقى دي سلندر دي كده سلندر اضربها في الام بالظبط اضربها في الام بس هو عايز اكشلي هو عايز الكيوب اليونت ده هو عايز الهيت ترانسفير باليونت ده فتفرض ال واحد بس الاليه ساعتها تساوي بس تساوي باي في الدي في ال الدي اللي هو او من او 2 ال عباره عن واحد السيرفس ساعتها هيساوي كام؟ 75 ناقص 15 اقدر اعرف بسيطه سهله هي الفكره كلها بس انك انت تعوض في دي عن طريق انك تجيب السي طيب لو رحنا بقى للحاله دي او الحاله السي هعمل ايه؟ لا يفرق معاك ايه بس الرينولدز لان هو نفس البعد هو مديك نفس الدي يعني انت لما تخش مثلا على السكوير سكوير هو مش اسمها سكوير سلندر بس ماشي يعني سكوير سلندر الدي بتاعتها او الدايمنشن بتاعها 20 مللي فانت تلاقي انك هتستعمل نفس الدي فريلز هيطلع هو نفس الطويل انما اللي هيفرق في ايه؟ اللي هيفرق الدي ودي بقى سي والام مش هتخش على التيبل 7 2 هتخش على التيبل 7 3 فلما تخش 7 3 هتلاقي ان السي مثلا هتطلع بوينت 1 0 2 والام هتطلع بوينت 6 7 5 فساعتها هتطلع ارقام غير الجايه بس هعوض نفس الريليشن عادي بالارقام الجديده وهطلع النصت هطلع اتش هطلع كيو ماشي؟ هذا انسر الاريا برضه هتختلف لو انا بتكلم على السكوير فانا هقول ايه؟ 4 في دي متخيلينها ازاي؟ لو عايزين كده مستطيل بيعدي عليه تمام فالاري هي عباره عن ايه؟ لو ده دي ده دي ده دي ده دي يبقى 4 دي في اللينك بتاع الشكل ده متخيلينها؟ هو مديلك الدايمنشن ده بحيث ان دي يفضل ثابت. يعني هو مديلك مثلا الدايمنشن بتاع السلندر الدايمتر بتاعه 20 مللي. بتاع السكويت سلندر السايد لينث 20 مللي فلما تخش على الرسمه تلاقي ان هو دوت الدي برضه. الفيرتيكال بليت 20 مللي هايت فلما تخش على الرسمه تلاقي ان الهايت هو الدي. فهو مثبت لك الدي. ده في المساله دي لكن عموما لا لو الشكل اتغير فهو الدي هتتغير على حسب بقى الشكل عامل ازاي. طيب احنا كده مسألة 9 نكتبها احنا بس هي فيها iterations فاحنا قبل كده شرحنا iterations بتتعمل ازاي فبسيطة